بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أما بعد، دي هتبقى مراجعة على الأجزاء اللي شرحناها في الكايناماتكس. هتلاقي كل اللي شرحناه في لينك أسفل الفيديو، سواء كان كايناماتكس نظري أو مسائل على الروتيشنال موشن أو مساحة units and dimensions أو مسائل على المساحة. أول نقطة هنتكلم عنها بيقول إن في نوعين من الانتقال، انتقال خطي وانتقال في كيرف. الانتقال اللي هو الريكتلينير ترانسليشن بيبقى all points follow parallel straight line، يعني أي نقطة هذا الجسم أهو انتقل للنقطة دي، أي نقطة على الجسم، أي نقطة هتتحرك في مسار خطي. أي نقطة تحرك في مسار خطي، قلنا طبعا إن المسار ده بيوازي المسار ده، بيوازي المسار ده لحد ما توصل لموضعها التاني. هو هنا بيقول follow parallel straight، يعني إيه؟ الخط ده بيوازي الخط ده، بيوازي الخط ده. طيب، والكيرفلينير ترانسليشن لو الجسم بقى هيعمل كيرف، هيتحرك فيه كيرف. الجسم يتحرك فيه كيرف، يبقى أي نقطة على الجسم هتتحرك فيه كيرف أهو. During curvilinear translations, this is a point follow curved paths that are the same shape أهو. النقطة الأولى اتحركت في كيرف والنقطة الثانية اتحركت في كيرف مشابه ليه. All the points on translating body move with the same velocity. كل نقطة من نقاط الجسم بتتحرك بنفس سرعة الجسم وبنفس سرعة أي نقطة على الجسم. يعني سرعة نقطة A بتساوي سرعة نقطة B بتساوي سرعة نقطة C بتساوي سرعة الجسم كله. And the acceleration. طالما السرعة متساوية، سرعة A بتساوي سرعة B بتساوي سرعة C، يبقى العجلة برضو هتبقى متساوية. لو السرعة سرعة الجسم متغيرة، هيبقى عندك A و AB و AC متساويين ولهم قيمة. أما لو كانت سرعة الجسم ثابتة، فهتبقى عجلة الجسم بزيرو وعجلة كل نقطة على الجسم برضو بزيرو. Points located on a body that rotates about a fixed axis follow circular paths. يعني لو عندك link بيتحرك rotation motion، ده fixed axis fixed point، ودي نقطة في طرف اللينك، مثلا ده A وده B، نقطة B لينك AB. اللينك ده بيعمل rotation motion، يبقى النقطة دي هتتحرك ازاي؟ هتتحرك في curved path، هتتحرك في مسار دائري. ده زاوية سيتا اللي هو عملها، وده R نصف قطر الدوران، من مركز الدوران للنقطة دايما اتجاهه من مركز الدوران للنقطة، وأدى الـ S أو طول القوس اللي هو عمله. هو بيقول هنا بقى ايه، اي جسم بيتحرك روتيشن موشن، النقطة اللي هنا كده بتعمل كيرف لينير موشن، بتعمل حركة في كيرف. وطبعا بيبقى ليها سرعة، سرعة مماسية V تبقى عمودية على اللينك V، وبيبقى ليها عجلتين، عجلة مماسية في نفس اتجاه ال V أو عكس اتجاه ال V، وعجلة مركزية دايما للسنتر في نفس اتجاه ال V. امتى؟ لو ال V بتزيد كانت ال A tangent تبقى في نفس اتجاه ال V، لو ال V بتقل هيبقى عندي تباطؤ في سرعة الجسم، يعني في سرعة النقطة، يعني ال A tangent هتبقى عكس اتجاه ال V. طيب، the relation alpha d theta omega d omega is derived from، استنتجناها من العلاقة اللي هي ألفا دي أوميجا دي أوميجا باي دي تي، وأوميجا بتساوي دي سيتا باي دي تي باي إليمينيتنج دي تي، يعني أشيل دي تي من هنا ودي تي من هنا. أو أنا قلت إن إحنا بنعمل إيه؟ بنضرب دي سيتا هنا ودي سيتا هنا، فألفا دي سيتا بقى عند الطرف ده،
بعد كده اوميجا دي اوميجا الا دي اوميجا ايه، ودي سيتا باي دي تي دينا الاوميجا. ده استنتاج وده استنتاج. طيب once angular motion omega and alpha are known, the velocity and acceleration of any point on the body can be determined. يعني انا لو عندي الاوميجا والالفا لجسم بيتحرك روتيشن موشن اقدر اجيب سرعه النقطه واقدر اجيب عجله النقطه. انا عارف ان سرعه النقطه بتساوي اوميجا في ار، طالما انا عندي اوميجا وعندي الار خلاص جبت السرعه، وعارف ان العجله بتساوي الاي تانجنت بتساوي الفا في ار، عندي الالفا قدرت اجيب الالفا في ار اللي هي الاي تانجنت. طب الاي نورمال اجيبها ازاي؟ اوميجا سكوير في الار. كده انا قدرت اجيب الفيلوسيتي وقدرت اجيب الاي تانجنت. The velocity acts tangent to the paths of motion. دايما ال velocity للنقطة بتأثر في اتجاه المماس لمسار الحركة. هذا مسار الحركة، وده ديسك مثلا بيدور، مسار الحركة كده اهو، هذا حافة الديسك اهو، هذا المماس اهو، السرعة بتأثر في اتجاه المماس. طيب the acceleration has two components, the tangential and the normal. tangential بتساوي الالفا في الار، والنورمال بتساوي اوميجا سكوير في الار. بيقول ان التانجنشال هي التغير في السرعه الخطيه دي. عارف ان في بتساوي اوميجا في ار، ما فاضلها بالنسبه للزمن هيديني الالفا في الار، اوميجا في الار ال v بتساوي اوميجا في الار، لما فاضلها بالنسبة للزمن يديني الفا في الار. إذا rate of change in the rate of change in magnitude of velocity and can be determined at الفا في الار. والنورمال acceleration بتساوي ال v square اللي هي السرعة الممسية على الار اللي هو نصف قطر الدوران. ولما افك ال v، ال v بتساوي اوميجا في ار، لما افكها اهو يبقى اوميجا تربيع ار تربيع على الار، وطاير تربيع مع الار يديني اوميجا سكوير في الار اللي هو الاي ان، ودايما بيبقى اتجاهها من النقطه لمركز الدوران. بعد كده الانجولار موشن. انجولار موشن قلنا if a relation is between any two of the four variable alpha omega theta t. يعني لو عارف حاجتين من اربع حاجات اقدر اوصل الاثنين الباقيين. Then a third variable can be optioned by using one of the following kinematics equation. الأوميجا بتساوي دي سيتا باي دي تي. لو أنا عندي السيتا أفضلها أجيب الأوميجا، عندي السيتا قدرت أجيب الأوميجا، طب بقى عندي الأوميجا أقدر أفضلها وأجيب الألفا. طب أنا عندي ألفا دالة في السيتا، هستخدم القانون ده اللي هو مثلا ألفا بتساوي 2 سيتا زائد 20 سيتا تربيع، يبقى هستخدم الايه، اعوض عن الالفا بالقيمه ديت، وطبعا اضربها في دي سيتا هنا، اضرب في دي سيتا هنا وكامل، وهناك هيبقى اوميجا دي اوميجا، اقدر احسب الايه الاوميجا. لو الجسم او الجسم بيتحرك بكونستانت اكسلريشن بعجلة دورانية ثابتة، يبقى استخدم قوانين الحركة الشبيهة بقوانين الحركة الخطية. بدل V هتحط أوميجا، وبدل V نود هتحط أوميجا نود، بدل A اللي هي العجلة هناك الخطية هتحط A ألفا، وبدل الثيتا اللي هي المسافة هتحط بدل ال D أو ال S اللي هي الديستانس هتحط ال A الثيتا. أوميجا بتساوي أوميجا نود زائد ألفا C في T. أوميجا هي السرعة الدورانية النهائية اللي هي بعد مرور زمن معين، الأوميجا نود هي السرعة الابتدائية عند زمن زيرو، الألفا هي العجلة الثابتة، العجلة الدورانية الثابتة، والتي اللي هو زمن الوصول للسرعة النهائية اللي هي الأوميجا فاينل، السيتا هي الزاوية النهائية، مقدار الزاوية النهائية، سيتا نود هي مقدار الزاوية عند زمن زيرو اللي هي البوزيشن الابتدائي للجسم بيتحرك روتيشن موشن. الاوميجا نود تي
الأوميجا نود هي سرعة الزاوية الابتدائية عند زمن 0، والزمن هو زمن الوصول لثيتا الفاينل، والألفا الثابتة اللي هي ألفا سي، والزمن تي. طيب كده احنا قلنا كل الحاجات الموجودة في المعادلة. طيب موشن اوف بوينت، انا عارف ان البي سرعة النقطة على جسم بيتحرك روتيشن موشن، على حافة جسم بيتحرك روتيشن موشن او ايا كان، يعني مثلا ديسك بيتحرك روتيشن موشن، ممكن اجيب سرعة النقطة نقطة على الحافة، ممكن اجيب سرعة نقطة هنا مثلا، هتختلف لان الار هيختلف، الار هنا مثلا هيبقى 5، الار هنا هيبقى 2 مثلا، فهتختلف. فالسرعة دي بتساوي ايه؟ بتساوي الاوميجا اللي هي السرعة الدورانية في الار نصف القطر، الاي تانجنت بتساوي الالفا في الار، الاي تانجنت اللي هي بتبقى في اتجاه السرعة او عكسها على حسب قلنا قبل كده، لو السرعة تزايدية بتزيد في تسارع يبقى الاي تانجنت في نفس الاتجاه، لو السرعة بتقل في تباطؤ يبقى الاي تانجنت عكس الاتجاه. الاي تانجنت بتساوي الالفا في الار بتساوي العجلة الدورانية في نصف قطر الدوران. تقول ايه ان بتساوي الاوميجا سكوير في الار مربع السرعة الدورانية في نصف القطر. ودايما الاي ان بتبقى في اتجاه المركز من النقطة للمركز. بعد كده ده جبري، لو انت عايز تستخدم الصيغة الاتجاهية يبقى في بتساوي الاوميجا في كروس اوميجا كروس ار، اي تانجنت الفا كروس ار، اي ان اوميجا كروس الفا اوميجا كروس اوميجا كروس ار، او سالب اوميجا سكوير في الار لانها تبقى دايما في اتجاه المركز فحط سالب. بعد كده نشوف المسألة دي في الفيديو الجاي بإذن الله.